عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان التعليم وأثره في تقويم السلوك. التعليم وأثره في تقويم السلوك. نحن نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتعليم واحدة من الأساسيات الكبرى التي أرسل الله عز وجل من أجلها الرسل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك فقال للصحابة رضوان الله عليهم: إنما أنا لكم، يعني أنا مثلي بالنسبة لكم، إنما أنا لكم كالوالد، أنا بالنسبة لكم كالوالد. طيب الوالد ده بيعمل شنو؟ ماذا يصنع هذا الوالد؟ قال: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم أمور دينكم، أعلمكم أمور دينكم. ولهذا لما اليهود تعجبوا واستغربوا من هذا النبي فسعوا بكل ما أوتوا من قوة أن يبطلوا هذا الدين، فأحبوا وأرادوا وتمنوا وسعوا في التشكيك فيما جاء به هذا النبي وزرع ذلك بين الناس ونشره. فقالوا للصحابة رضوان الله عليهم، يعني الصحابة كل شيء يقولوا ده رسولنا علمنا كده، أي حاجة يعملوها كان أكلوا باليمين يقولوا ده رسولنا علمنا كده، كان قاموا قالوا بسم الله يقولوا ده رسولنا علمنا كده. فالشيء ده أزعج اليهود، فقالوا لهم: علمكم نبيكم كل شيء؟ أنتوا رسولكم ده علمكم أي حاجة؟ قلوا ده يكتشف كده أن الرسول قال الرسول قال الرسول قال، أنتوا نبيكم ده علمكم كل شيء؟ فقال لهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه: نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة. داني دارين حاجة؟ ها؟ قال لهم: نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة، وأمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن أيها الإخوة، التعليم هو الوظيفة الأساسية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لسيدنا عبد الله بن عباس وقد ردفه على راحلته، فقال: يا غلام إني شنو؟ ها؟ إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت شنو؟ وجفت الصحف كما في هذه الرواية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص أن يعلم الصحابة تعليما يقوم سلوكهم. ولهذا كان إذا رأى سلوكا معوجا من بعض الصحابة يستخدم وسيلة التعليم في تقويم ذلك السلوك. فلما رأى يوما رجلا يجلس مع نسوة
فسأله: يا أبا عبد الله، ما لك وللجلوس مع النساء؟ تقعد وسط النساء تسوي شنو؟ فتلعثم، ها ماله اضطرب، فاختصر الطريق فقال: يفتلنا، ها سوون شنو؟ يفتلنا ضفيرا لي لجمل شرود. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى خلاه، ما خلاص ورى السبب، مش كده؟ الآن هذا هو السلوك وهذا هو التعليم. والزول ده عرف نفسه ماله، أخبر، مش كده؟ أخبر بغير الحقيقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحكي هذا الصحابي، يقول: فكنت أتفرر منه. كان بيزوغ من النبي، ما داري لا يقول، لأنه ماله أخطأ. فكان إذا قابله قال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ لا بد في التعليم من متابعة من أجل أن تقوم السلوك. هذا سلوك خاطئ الآن، فلا بد من أن يعلم أن هذا السلوك خطأ وأن مصيره موحش وأن عاقبته وخيمة. فقال له: أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ المهم، فيقول: فكلما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فررت منه حتى لقيني يوما في المسجد وأنا أصلي. يوم يعني الزود لو جاء خاص النبي بيجاي هو بيصلي بيجاي، لو النبي بيجاي هو بيصلي بيجاي، من أجل خوف من المسألة. فيوم لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي، الصحابي ده بيصلي، النبي جاء خاش، قال: فطولت في الصلاة. سوي شنو؟ زاد الصلاة طولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تطول، أنا راجيك، ها لا تطول فإني أنتظرك. قال: فلما انصرفت قال لي: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ لسه جمل في شاري ولا لما؟ قال: فاستحييت منه، خلاص يعني الخجل ذاته كتب. قال: حتى لقيني يوما في طريق من طرق المدينة على فرس عري قد جمع رجليه في جهة، أو على حمار. يعني لقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على حمار وجالس هكذا كرعينه الاثنين في جهة واحدة. فقال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعده؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما شرد لي جمل منذ أسلمت. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال: اللهم طهر قلبه. إذن لا بد يا أخواننا أيها الإخوة وأيها المعلم، لا بد للإنسان وهو في طريق التعليم أن ينظر إلى السلوك، فإن السلوك هو التربية، هو الترجمة العملية لاعتقاد الإنسان، لاعتقاد الإنسان. ولذلك شوفوا مثلا قول الله عز وجل في سورة القلم: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني يا محمد، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هؤلاء الذين دعوتهم وأمرتهم ودللتهم على الإيمان، دعيتهم وبينت لهم ووضحت لهم وأمرتهم أعملوا كده وما تعملوا كده، ولكن بعد كل ذلك ما آمنوا، بل كفروا، بل كذبوا، بل استهزأوا، بل سخروا، بل آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ديل بعد ما انت بينت لهم شنو؟
ثاني اسوي لهم شنو؟ السلام عليكم، معي اخوان ولا معي؟ الشاي قرب. بعد ما قلت لهم شنو؟ بعد ما بينت وعلمت ووضحت وامرت ونهيت، لكنهم بعد هذا كله قابلوا ذلك بالكفر والعناد والسخرية والاستهزاء بل والإيذاء. سوي لهم شنو تاني بعد؟ انت ادعيت وبينت ووضحت، ثاني بعد شنو؟ الله قال لك شنو؟ فذرني خليهم لي ديل خليهم لي، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. والتكذيب ثلاثة أنواع، تكذيب إخوانا الصورة دي كلها تدور حول إثبات أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو من كلام الله وليس من كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك ربنا قال لي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، خليني وأنا أقول سنستدرجهم من حيث. التكذيب إما تكذيب اعتقادي، إنسان يعتقد أن هذا ليس كلام الله وأن هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كافر ما في اثنين ثلاثة. أو التكذيب القولي، كأن يكتب كاتبا مثلا في كتاب، واحد من الأدباء كاتب وقال شنو؟ قال يزعم البعض بأن القرآن من تأليف محمد وينقل الآن هذا الكلام. طيب وين المشكلة؟ فقال هو المعقب ولا أدري مدى صحة هذا القول من بطلانه. بالله كيف يعني ما تدري؟ أنت عندك شك يعني ولا شنو؟ هو زول داك عنده شك، أنت برضو عندك شك. قال وزعم بعضهم أن هذا الكلام من تأليف محمد، أنا لا أدري صحة هذا القول أو مدى صحة هذا القول. بالله ده كمان ده لا صحة ولا ما صحة؟ فهذا التكذيب قولي. الأول نادر في هذه الأمة، نادر أن تجد إنسان يعتقد أن هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل، هو موجود ولكنه نادر قليل جدا. والثاني التكذيب القولي قليل فيه لكنه بسيط. أما النوع الثالث وهو الذي يهمنا وهو التكذيب السلوكي، وهذا منتشر جدا. ليه؟ لأن الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يسوي شنو؟ يغضوا من أبصارهم. والمؤمنين بيسوي شنو؟ هم مصدقين. شوف الله ذاته سماهم مؤمنين ما كفار، الله سماهم مؤمنين. قل للمؤمنين، المؤمنين بهذا الكتاب يسوي شنو؟ يغضوا من أبصارهم. طيب المؤمنين شغالين كده ولا لا؟ إذن ده تكذيب شنو؟ هذا تكذيب سلوكي، تكذيب سلوكي. وقس على ذلك سائر هذه الأشياء. ولذلك هؤلاء المكذبين الثلاثة الله عز وجل قال له خليهم، أنت وريتهم وبينت ووضحت، إذا بعد هذا ما بقي إلا المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، المرحلة الأولى المرحلة البيانية، المرحلة الثانية مرحلة العقوبات والشدائد، الله عز وجل يشدد على الإنسان. والمرحلة الثالثة أسوأ من الأولى، الثانية دي فيها التشديد سواء في الصحة سواء في المال سواء في شغل في المشاكل في العلاقات بين الناس، يكون فيها شيء من المشاكل. المرحلة الثالثة أصعب وهي مرحلة شنو؟ الاستدراج. ومرحلة الاستدراج إنه ربنا عز وجل ينعم على الإنسان كما قال الله عز وجل حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به، شلناهم برا؟ لا، فلما نسوا ما ذكروا به سوينا لهم شنو؟ فتحنا. يا زول كيف؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا، النسيان هنا ليس معناه الغفلة، لا، النسيان هنا بمعنى الترك،
لأن الآية تنفي ذلك. فلما نسوا ما ذكر هم ذكرون به، كيف ينسوا ثاني؟ إذن معنى النسيان هنا شنو؟ الترك، أي تركوا ما ذكرناهم به. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لمتين؟ لمتين؟ حتى إذا فرحوا، فرحوا بما أوتوا، سوينا لهم شنو؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون منقطعون. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا مثال قارون، جمع التكاذيب الثلاثة، كذب قوليا وكذب اعتقاديا وكذب سلوكيا. قال إنما أوتيته على علم عندي. يا شيخنا كيف علم عندك؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ها عمل شنو؟ شوف الله قال شنو؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومتى يأخذهم الله عز وجل؟ عندما يكون الإنسان في قمة الذكاء وقمة القوة وقمة الغنى، كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قارون متى أخذه الله عز وجل؟ ما أخذه وهو نايم بالهدوم بتاعت النوم، لا، أخذه في كامل حلته. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا طوال، ربنا قال شنو؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولذلك أيها الإخوة، هذا الأمر تقويم السلوك يحتاج إلى أن يعلم الإنسان وأن يكون له نظر ثاقب. ولهذا هذا النظر الثاقب لا يكون إلا بوفرة العلم الذي يكون عند الإنسان، الذي به يدرك أن هذا السلوك خطأ يحتاج إلى تقويم، وهذا السلوك صحيح يحتاج إلى يحتاج إلى شنو؟ إلى متابعة، وإلى أن لا ينقص هذا السلوك. ولذلك ما في أحد يحتك بالإنسان أكثر من منه؟ أكثر من المعلم. ولذلك لما جاء يوم المأمون ابن هارون الرشيد إلى المؤدب، زمان كان عندهم حاجة اسمها المؤدب، يعلم الطالب الأدب، فجاء خاشي بدري وبكله يعني، فجلدوا الأستاذ، جلدوا ساكت كده بس، فقال لي لما جلد لما ضربتني؟ قال لي بس كده بس. مضت السنون، فلما تولى صار ملك أو خليفة، أول حاجة شنو؟ فتش الأستاذ يجي يقول من وين من؟ فتش منو؟ فتش الأستاذ يجي يقول، فجاب الأستاذ فقال له يا معلم لما ضربتني؟ ليه دقتني؟ قال أما نسيت؟ ليه تدق دي لسه مذكرة؟ أما نسيت؟ قال ما نسيت. قال لتعلم أن المظلوم لا ينسى. عشان تعرف شنو؟ إنه المظلوم ماله؟ ما بينسى حقه، لا ينسى. لتعلم أن المظلوم ماله؟ لا ينسى. فإذا لا بد من هذا التقويم، إذا لا بد من هذا العلم. هذا المعلم وهذا المؤدب علم أن هذا الرجل مصيره حيكون شنو؟ حيكون خليفة. إذا لا بد نوريه أن الظلم ده حيكون كيف، عشان ما يظلم أحد، من أجل أن نعدل سلوكه، من أجل أن نقوم سلوكه. هذا التقويم لا يكون إلا من خلال الوسيلة التعليمية. يعني لو كان ما معلم هذا الإنسان، ما مؤدب، ما وجد طريقة إلى أن يعلم بها هذا الإنسان. ولذلك أيها الإخوة، يعني المعلم معلوم أن له دور أساسي في تقويم سلوك الإنسان، ليس فقط للمعلم أن يعطي المعلومة، المعلومة دي ما موجودة في الكتاب، مش كده؟ كلكم تعلمون هذا الشيء، لكن كيف يوصل السلوك من خلال هذه المعلومة، من خلال هذه المعلومة.
ولذلك لا بد أن يكون المعلم على وعي وعلى فهم وعلى فقه من هذه المنزلة التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه أو فيها المنزلة هذه التي وضعك الله عز وجل فيها لتعلم أنك كل عقول الأمة مسلمة لك وفي زمن أنت تستطيع فيه أن تغير من سلوكيات الإنسان حتى ولو أتاك بسلوك خاطئ تستطيع أنك شنو؟ تستطيع أنك تعدل. لكن بعد ما يخرج الإنسان من هذه المرحلة مرحلة التعليم إلى مرحلة العطاء الزول لما يطلع من المدرسة ويطلع من الجامعة ثاني بعد ذلك ما مستعد أن يتلقى شيء يقول لا أعمل كده وسوي كده وكده لا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورانا قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة بتين. الآن كثير من الآباء يعانون من أن أبناءهم أو أولادهم ما بيصلوا. عمره كم؟ 23 سنة. 23 سنة هو عنده من 7 سنوات لحد 10 3 سنوات صح؟ 3 في 5 صلاة في اليوم في كم؟ في 150 صلاة في الشهر في 12 شهر في 3 سنوات تطلع كم؟ 5400 ودقداق مرة. هذه شنو؟ تقويم لهذا السلوك. سوي صلي 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 يا سيدي لو في زول قاعد تقول لي 5400 مرة سوي 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 حفظها ولا ما يحفظها خلاص صارت عنده مثل اسمه ما يستطيع أن ينساها. لكن أنت لما تترك هذه الفترة الوجيزة 3 سنوات بس لما تجي بعدين تعاني منها 23 سنة 23 سنة وما يصلي مشكلة عندك أنت ما المشكلة عنده لأنك تركت زمن التعليم وزمن التقويم بدون تعليم بدون تقويم فلذلك صعب عليه لأن العود قام ماله قام معوج وقام أعوجا بعد تاني إلا شنو إلا الكسر إلا شنو إلا الكسر. ولهذا أيها الإخوة المعلمون والمشايخ الفضلاء يعني هذه كلمات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه الكلمات تبين لنا أيها الإخوة عظم هذه المنزلة كما أنها تبين عظم التعبية. كلما كانت المنزلة عظيمة كلما كانت المسؤولية مالها كبيرة والتعبية أعظم. ولذلك شوفوا يعني أعظم إنسان في الأمة هو منه هو الحاكم مش كده؟ عشان كده أدل حاجة منه يعظم من أعظم يحرم من أعظم شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة منهم شنو؟ ملك كذاب. يعني ما في داعي يعني يكذب صح ولا لا؟ إذن هذه مشكلة. ولو كان هذا السلوك يمكن يقبل من بعض الآخرين لكنه في هذه المنزلة لا. كذلك نفس الشيء أنت الآن معلم لا يقبل من المعلم سلوك خاطئ يمكن يقبل من عامة الناس لكن هذا المعلم لا يقبل منه. ليه؟ لأنه قدوة لأنه أسوة. ولذلك يا أخوان شئت أم أبيت المعلم شاء أم أبى داير ولا ما داير أنت قدوة أنت قدوة. يقول لك يا أخو الأستاذ ما الأستاذ سوى كده الأستاذ عمل الأستاذ سوى الأستاذ قال الأستاذ ترك الأستاذ فعل الأستاذ نزات بيسوي كده. إذن الأستاذ هو شنو؟ هو المقياس بالنسبة لمنه؟ بالنسبة للمتعلم بالنسبة للمتعلم. ولذلك كان السلف الصالح إذا أرسلوا أبناءهم للتعليم يقول لهم شنو؟ يقول لهم خذ من أدبه قبل علمه. ابن القاسم عليه رحمة الله تعالى صحب مالكا 19 سنة قال تعلمت علم مالك في 2 سنين. طيب 17 سنة قاعد تسوي شنو؟ 17 سنة صحبه 19 سنة قال تعلمت علم مالك في 2 سنين بس العلم حقه كله شدة. قال 17 عاما كنت أتعلم من أدبه. يعني يتعلم من شنو؟ من أدبه ومن سلوكه. ولذلك أيها الإخوة هذه المسألة مسألة التقويم وتقويم السلوك هي مسألة مهمة جدا جدا لما نرى اليوم من شنو؟ من كثير من السلوكيات السيئة عند
أولادنا وبناتنا وأبنائنا الطلاب تدل على أننا نحتاج إلى بذل جهد أكبر وبذل طاقة أكبر. زمان يا أخواننا كان الذي يربي هو البيت والمدرسة والشارع، الآن بقت حاجات كتار تربي. إذن معناها شنو؟ إذا كان زمان واحد اثنين ثلاثة الرابع المدرسة مش كده، ولا الثالث المدرسة، يعني كان زمان عليك تلت، الآن أصبح عليك الكل. الكل محتاج. إذا كان زمان ثلث التلت بيقوم بمناس البيت، والتلت بيقوم بالشارع، والتلت بتقوم بالمدرسة، الآن أصبح أعظم من ذلك. أصبحت المشاكل والمصائب تأتي للإنسان في أي لحظة. مش راكب مواصلات يسمع له كلمة في أغنية غير جيد، غير مقبولة، خلاص نوع من التربية. ولما يسمع كل يوم ويدندن بها صارت سلوك، ممكن يجربها، ممكن يعملها، ممكن يمارسها، وممكن وهكذا. لما يفتح الموبايل، لما يشوف التلفزيون، لما يشوف كذا، لما يشوف، لما يشوف، لما يشوف، فإذا أصبح يعني ما تبنيه أنت، ما تبنيه أنت خلال مرحلة عمرية كاملة يمكن أن يهدم من أصحاب الكاميرات ديل في شنو؟ في ثانية. أنتوا تعلمون أن الإعلانات، مثلا الإعلان بتاع أي حاجة، ميكروفون ده كان دارين يعملوا له إعلان، شركة دارت تعمل له إعلان، تجلس قرابة 15-20 ساعة من أجل أن تنتج شنو؟ 3 ثواني إعلانية بس تظهر كده بس في الشاشة. هذا الإعلان بتاع 3 ثواني يمكن يهدم كل القيم التي بناها الإنسان. ولذلك أصبحت المسؤولية مضاعفة على الإنسان المعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأسأله جل جلاله أن يهدينا سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.